ماذا ينتظر الإعلامي سامي العكريمي من المنتخب الوطني عند مواجهة منتخب مدغشقر يوم الخميس يوم الأربعاء في ملعب رادس؟ نترقب في فريق وطني ساعة يلعب الكرة، فريق وطني هجومي خاصة وأنا نلعب ضد الفرق هذوما، لكن بكل صراحة أنا أتكلم على مباراة مدغشقر هو ومعناتها قيس اليعقوبي، ما سمعتهمش تكلموا على بروجي توتون ساشون اللي الكوب دافريك هاي جاية، وتوتون ساشون اللي في بعد أقل من عامين باش يكون عندنا الكوب دو موند افيك توجور لو ميم اوبجيكتيف، معناتها نخرجوا من الدور الاول هذايا. نعمل الحساب نتاعي انا وقتها احنا معناتها مازال معناتها ينقصنا الوقت هذايا بعد عامين، واحنا لوبجيكتيف لو فيريتابل اوبجيكتيف يلزمنا نتفاهموا مع بعضنا اللي هو كاس العالم. بعد عامين برون مش يكون عمره 32 سنه، والمساكني 37، والجمل 36، وبن وناس 32، والغندري 32، والجويني 33، والسخيري 32، ومرياح 34. احنا عندنا مدرب وطني جديد وماشيين سور ان بروجي، باش نمشيو بروجي معناتها ب 10 لاعبين هكا في العمر هذايا. دونك انا ماذا بيا نتحط مره اخرى مش على ما على المباراه نتاع مدغشقر، لكن نتحط شنو البروجي، وخاصة ماناش نتكلموا على بروجي معناتها طويل ياسر. عندنا الكان الفينال نتاع الكان، وعندنا الكوب دو موند في معناتها وعندنا الكوب دو موند في عامين. انا نتكلم على مشروع نتكلم مشروع. انا وقت ما نلقاش العاشوري لو ميور اتاكون تونيزيان، ونتذكر المشكله اللي صارت في الفريق الوطني، وقت نشوف ثم ان جوار تبعوه بالكدا ان اريير غوش 23 سنه، اليوم الفالور مارشاند نتاعو 1 مليون دورو، معناتها 1 مليون اي دمي دورو، اللي هو شيرني نتاع لافال. وبعد نحبه ولا نكره، لو سول جوار كي ا اون فيريتابل كوت وتباع ب 5 مليارات وب 500 الجمعيه باش تلعب معناتها الشامبيونز ليغ، وقت تشوف جرام مش موجود نبعد، وقت نشوف حتى يقولوا مش جرام مش تعاون في او نيفو دو لاك سنترال وكل تجي ما تلقاش بن عبده، ما تلقاش بن عبده نقطه استفهام، خاصه جرام، لانه نحن اللاعبيه اللي عندنا ونتم معناتها الملاعبيه اللي عندنا، لا عندنا ملاعبيه توانسه برزو، لا عندنا ملاعبيه اللي يلعبوا في الخارج اللي عندهم خمسه وسته وسبعه سنوات معناتها في الفريق الوطني، ولا الفريق الوطني تكيه الملاعبين هذوما، الملاعبيه هذوما عمرهم انو با معناتها معناتها فرانشي لو بابي معناتها لو بالي سوبيريور في الجمعيات نتاعهم، كان ما قعدوش في المستوى هذوكم يزيدوا يهبطوا اللوطا. دونك بالنسبه لي انا برشا نقاط استفهام، ماذا بيا نتحدث مع فوزي البنزرتي ونتحدث مع قيس اليعقوبي ونفهم الاشياء هذوما ونعطيه. نكملوا زوج الماتشات ونستدعوا سي فوزي ونحكيوا معاه. فوالا سور تابل. فوالا سعد مجيد، انتظاراتك من مباراه مدغشقر؟ بالنسبه لزوج مقابلات وبالنسبه حتى الفاز فينال تاع كوب دافريك، باش نلقاو المنتخب نتاعنا، هذه معناها هذه حاجه نعرفوها. لكن المجموعة هذه هي نفسها اللي عملت كوب دافريك الخايبة تقريبا، هي بيدا ما قايمنيش، علاش قاعدين ما نوصلوش ما نعديوش ان بالي سوبيريور، انا نضم صوتي صوت سامي، علاش شنو اللي ناقصنا؟ صحيح اليوم جاء في فترة صغيرة معناتها خسيرة، ما نجموش نلوموا على حتى شيء على فوزي البنزرتي ولا على الستاف معاه، لكن ما وقفناش على البوان ايسونسييل، علاش ديما المنتخب نتاعنا معناها وين تبدا انتظاراتنا كبيره ما لقاوش. دونك الملاعبيه هذوما حسب رايي انا معناها سون تري مويا ليميتي، مش باش يهزونا بعيد، دونك يلزمنا نلقاو حلول اخرى باش نلقاو منتخب دون دو زون اللي تكلم عليه سامي لا كوب دي موند اللي هي ايسونسيال. ناكد لك بالمجموعه هذوما ما نجموش نمشيو بعيد. معناها الخلاصه اللي عملوا كان خايب هما في المنتخب اليوم هما نفسه. سي صالح في كلمه المطلوب مجدة مش نبدا من في كلمه ما عادش عندي وقت كمل كلمه يا مجدة. هذوما اش عندنا في كره القدم التونسي
عندناش ايكيب ناسيونال كما شفنا مثلا الاسبوار تاع اسبانيا والزولمبيك نتاع فرنسا ومتاع ما عندناش. كلهم جدوا سي صالح، كلهم جدوا. اسبانيا جدت كلها بشويه جدد بشويه يا مجيد جدد يا امين، اعمل ساكريفيس وجدد يا مجيد، جدد حتى تلقى روحك يا مجيد. مش بنفس موما انت هنا سمعني ماشي للفشل بهذوما يا مجيد، ماشي معاك سي صالح. عندك كملنا راهو سي صالح، ماني قلت لك لازمنا نعملوا ان بروجي. عندنا ان بروجي يا سامي، كلمت وما عادش عندي وراه في الوقت الضايع. تو كلمه باختصار، شنو انتظاراتك مباراة تونس مدغشقر؟ صاحبي المنتخب باش يكون مش يتعدى باش مباراة مدغشقر ولا غامبيا. مباراة غامبيا، غامبيا اصعب شويه من مدغشقر على المستوى، اما الفريق التونسي مش يكون مرتين ربحنا غامبيا. يا سامي اسكت شويه يديك ربي. انيس تفضل. شوف فما عائق يعترضنا، لازم نكونوا واضحين، منين باش يجيبوا لاعبين اخرين؟ عندنا البطوله الوطنيه اللي احنا في الجوله الاولى البارح، يعني لاعبيه ما همش حاضرين جاهزين لا فنيا لا بدنيا بالصفه المطلوبه. إذا اللاعبين كلهم اللي يلعبوا خارج تونس اللي بداوا على الأقل بطولات مقبلنا اللي موجود هذا صحيح، نشاطك الرأي فما برشا من اللاعبين ربما مش تلقاهم في الكان الجاي وفي الكوب دي موند وكرام وعاشور. لكن هي سياسة مراحل، اليوم عندي مرحلة زوج مقابلات هذوما ينجموا يعديوني، من بعد في كأس أفريقيا عندي الوقت باش نعمل مجموعة. سهلتك في كلمة، المطلوب لزوج مباريات. المطلوب لازمنا نفوز ونعديو تشحوا الكان ما فيهاش نقاش. حاجة بركة باش نقول لك عليه غرام، مازال كيتعدل شختار دونيتسك مازال يفرض في روحه هو بيقول لو قال خليني حنا بعد مجبري، مازال كيلعب في بيرلي زوز مقابلات، فما ملاعبيه راهي قاعده تبقى في لوحه مع جمعيتها ربما من بعد شعاودوا نلقاهم. لكن فما ملاعبيه تكبروا على المنتخب الوطني وما حبوش يجوا، عاشوري ما حبش يجي كما يسال، ما حبش يجي صار له مشكله ونعرفوها. لا لا عنده مشكله، ما عندوش تونس وقت عيط لك لازمك تجي. تحكي ليش عن تحكيه سامي، وهنا نولي شك عندك حاجه سامي مع العاشوري. شنو اجون تاع عاشوري؟ الله اعلم. شفتوا اليوم الارقام والمليارات والدولارات. كان جيت لاجون تاع عاشوري ما نجيش نخدم هنا. يا سيدي الكريمي يعطيك الصحة. نحب نختم بمعلومة رسمية، مهدي النفطي يقاضي الجامعة التونسية لكرة القدم ويطالب بتنفيذ بنود العقد اللي صحوا معاه وصف جليل بالمليم. وهنا ورطة جديدة للجامعة التونسية لكرة القدم، ورطة جديدة لكرة القدم التونسية مع مدرب سمحني نحترموا الشهادة نتاعو، لكن المدرب جاء برشا غرور برشا تعالي، اليوم كيعطيناه فرصة ما رحمناش، ما رعاش مصلحة المنتخب، ما رعاش مصلحة البلاد، قرر حقه، عنده عقد من حقه باش يتبع حقه. تمنيت يكون أرفع وأرقى، خاصة مهدي النفطي، لولا منتخب نصور كرتاج، لولا المنتخب الوطني من هو مهدي النفطي؟ وحتى واحد ما يعرف مهدي النفطي، وربما مهدي النفطي راه مجرد عابر سبيل في هذه البلاد الطيبة. لكن اليوم الله غالب، الظروف صعيبة على شتى الأصعدة، اليوم مهدي النفطي من معز من محبتي فيه نسيت اسمه، مهدي النفطي اليوم أراد التشفي في المنتخب الوطني، وهنا اللوم واصف جليل لأنه تسرع في امضاء عقد مع لاعب بصلاحيات مدرب اول، اليوم هاي الفاتوره باش تعانيها كره قدم التونسيه. باش نعطيكم العقد اللي عمله واصف جليل المهدي النفطي، عنده تيتر سيليكسيونور وانترينور ناسيونال، وعنده في المشمولات نتاعو هو يسمي لاجادجوان القائمه هو والفريق الاساسي اللي يلعب هو. هذا بنود العقد اللي عملهم سي واصف جليل ونزيدهم المهدي ونزيدك ونزيدك في وجود واضح في وجود فوزي بنزرت ونزيدك سامي فيلا وكرهبه من الباكو بس مهدي النفطي والله يسامحوني في كلمه مهدي النفطي كانه هز كوب دو موند وجابوه.